السلام عليكم احلى متتبعات اهلا بكم معايا من جديد في قناتي اللي كتهتم بكل ما هو تنظيم وترتيب البيت افكار ونصائح متعلقه بالمشتريات فمرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد فيديو تحفيزي باش نوضوا ما المطبخ ديالنا ندخلوا عليه بعض التعديلات والاصلاحات اللي كتكون بلا حفير بلا حتى حاجه فانا هنايا بغيت نغلف هذا البوطاجي اللي عندي او هذا الكرانيت اللي عندي نديرلو لا ديزيف اللي ولا بزاف كيديروه وكيجي الشكل ديالو زوين آه كما كتشوفوا انا عندي هكايا هذا الكرانيت يعني في مزوق وانا ما كنفضلش هكا يعني من الاول فاش جيت نقاد لا كوزين ما بغيتش تكون هكايا ولكن المهم جات هكا فكان يعني شوتي في ديك الـ 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 الجالكسي واحد النوعيه اللي كتكون يعني آه في الكحل لكن ما كتبتش المهم فبقات شهوتي فيها فدابا منين كاين هاد لا ديزيف قلت نجربها نشوفها كيفاش باش حتى لا بغيت نصلح ولا بغيت نبدل نشوف الشكل ديالها كي يجي فخديت هاد لا ديزيف اللي معايا شوفوه مزيان باش حتى لا خديتو ما تاخذوش لانه ما مزوينش بزاف يعني ماشي شي كاليتي اه بالنسبه لنا سولت قبل ما نأخدو قبل ما بغيت نصوب الكوزينه سولت فقالوا لي لا ديزيف اللي مزيان هو اللي في بريكوما الثمن ديالو 45 درهم فيه جوج متر الرولو على خمسة وربعين سنتيم فعلا مشيت لبريكو ما قلبت عليه لقيت جوج ديال الاشكال هاد الشكل هذا ديال افي بوا تقريبا فيه واحد الزواقه بحال ديال لو بوا واخا ما كتبان لكمش بزاف المهم هي راه فيها وكاين واحد الشكل الآخر اللي في ديك افي مغبغي ديال الرخام فانا فضلت هذا ولكن كما قلت لكم يعني فاش في الاستعمال ديالو مهم الا مشيتوا تقلبوا عليه شوفوا شي شي نوعيه اخرى من غير هذه اللي شفتو معايا في الفيديو فيديو لانه ما ما زوينش بزاف وما كنظنش ما يعني عيس المهم انا نستعملو ان شاء الله حنايا على تواصل دائم ان شاء الله اي حاجه استق او ما استقش ان شاء الله غنشاركها معكم يعني بالنسبه للاشياء السخونه واش كيستحملها الجهه اللي كيكون فيها غسل الاواني وديك الشيء هذاك الماء واش كيستحملو المهم من بعد ان شاء الله و... يعني ملي نجربو شي شويه كيعذب بالنسبه ل... لديك الفقاعات اللي كتشوفوا يعني جاوا بزاف ديال الفقاعات ماشي مش مشكل كنقدهم قديتهم قد بلبرة يعني كنحيد منهم ديك الهواء بس في انا كي كنمشي اول حاجه درتها البنات انني قديت ديك دي البليلطه هي الاولى بغيت ندير البليلطه اوميمطو مع مع يعني ندير ورق واحد ونهبطو ساعه كيتقطع ما كيجيش كيجيش حتى في المنظر ما كيجيش زوين هكايا أه بهذه الطريقه هذه جا مفيني مزيان واحد الحاجه مهمه بزاف انه قبل يعني ما تلصقوا له لا لاديزيف هذا خصكم ضروري تمسحوا يعني السطح العملي يكون نشف مزيان يكون ما فيه لا ما لا حتى شي حاجه باش ما ما يعذبكمش وباش يلصق ديك لا الا كان فيه الماء ما يلصقش فصافي البنات انا هنايا كان كنزول ديك الزائد اللي يجيني في التحت وبالنسبه ل... من نقادوه شويه بشويه يعني ديك الورق ما نزولوهش دقه لا نبقاو نقادوه بديك اي حاجه لا كارت شي كارتا شي, شي حاجه انا دي استعملت ديك باش كنقطعو بها العجين فكتنفع جات زوينه بزاف فكما كتشوفو شويه بشويه يعني هاد الطريقه هي اللي ما تخليكمش ديك الفقاعات بزاف هاد الجهه هادي ما جاتنيش فيها الفقاعات بزاف المهم جات فيها لا ديزيف في جا فيها مزيان بالنسبه لبنات لا فينيسيون مزيان قناه جناب خدموهم مزيان انا راني فيما يكون شي قنت ولا شي حاجه راني كنصور لكم راني صورت ديك القنية الاول اللي اللي قديتو فينيتو جام فيني مزيان يعني ضروري هذاك هو اللي كيجي في المنظر زوين لا فينيسيون الا كانت فيني مزيان فراه بحال الجالاكسي او بحال ديك يعني شكل مزيان ولكن يعني ماشي شي فينيسيو زوينه وكيبان وكبان هنا فما يجي الشكل ديالو زوين ومن الاحسن بلا ما ديروه الا ما الخاطر من الاحسن بلا ما لانه ما يجيكمش زوين وما يعجبكمش الوقت ديالو بشويه بالخاطر تتقادو داكشي كما هو بالنسبه انا هنا زولت ديك ليفي لانه ديجا كنت انا عنزولو حيت كيلصق غير بالسيليكون كنزولو مرة مرة ملي كنشوف ديك السيليكون شي شوية عيا مع كيكون ديك البلاصة فيها الما كيكون فيها المسيح وداكشي هداك فكنزولو دابا كان شي شوية ديك السيليكون بدا يتقلع من الجنيبات وزولتو مزيان يعني جات الصدفة هكا زولتو كاريمون باش قديتو الجنيبات حشيت فيها هاد لاديزيف في لداخل يعني جان فيني مزيان مزيان نسيت آه نسيت مقربتلكمش من بعد ولكن المهم راه باين انهم فيني يعني راه دخلت له داكشي لداخل وقديتو المهم بالنسبه الى كان عندكم ديك الكيتور فاي عليكم اموريه ما كانش يعني تقدروا تستعملوا غير واحد السكين اللي يكون حاد جدا فما يعدبكمش حتى هو يقطع لكم مزيان فانا خدمت غير بالسكين وخدم لي مزيان فنفس الشيء غنديرو مع الجهه ديال البوطه ديال البلاك زولتها كاع حيت لا ديك يكون داي دايره دي سيليكون باش كت ما كيكون ما ولا شي حاجه ما ما كيدخلش يعني البلاكارات أه واخا عندي هي بعيده من الجهه ديال الماء ولكن المهم درتو لها باش حتى لا كان يعني شي ما ولا شي حاجه ما يتسربش ما يدخلش للبلاكارات انا صافي غنكمل أن هكايا مع كل شيء كنسبق كما قلت لكم ديك البليله هي الاولى عاد كنلصق مجن فانا بقى لي اخر بارتي هي هاد الجهه هذه من هنا فين كان ندير العجانه فصافي انا نصوب الجهه هذه وعين كملت حتى هاد البلاك كما قلت لكم درت لها يعني حيت هكا كغيمو وحيت لها كل شيء ودخلت يعني ديك الشيء هذاك مزيان باش يجي مفيني نزلتها يعني جا ديك الشيء مقاد فانا هنا يعني نكمل هكايا وغنحاول نحط ديك البلاك ديالي وديك ليفي في المكان ديالو من بعد نثبتو بالسيليكون يعني باش ما يتصابش ديك الماء وعندوز لهاد الفقاعات او هاد البويوقات لانهم خرجوا لي بزاف بزاف فدزت عليهم وحده وحده وتكيتهم يعني بالابره وخرج ديك الهواء اللي فيهم باش باش هكايا ما باينين في البنات ضروري تقولوا لي كيفاش جاكم واش مزيان ولا لا باش حتى الا بغيت يعني نصلح وندير الجالاكسي واش جا مزيان ولا ما مزيان مع لي بلاكار عندي في الكري وهو جا في الكحل واش يعني ما جاش في الشوفة مزيان او جا مزيان المهم نخلي تخليولي ضروري الاراء ديالكم اقتراحاتكم شنو يمكن نزيد شنو يمكن نقص هكايا تبارك الله راني عارفاكم ضواقه آه نأخذ افكار من بعضياتنا فبنات انا رجعت هنايا كل حاجه لبلاصتها رجعتها فبالنسبه لديزي فانا خديت خمسه ديال لي غولو آه استعملت منهم ربع وبقى واحد داكشي على حسب المهم لا ديالكم قداش الدولاب العبار مزيان مزيان عاد خدوهم بالنسبة جولة في المطبخ دائما كتخليو لي لي ان شاء الله اكيد عندي لكم جولة في المطبخ غير نقدم مزيان باش تكون الاستفادة يعني ما نديرش واحد الجولة اللي ما تستفدو منها والو يمكن ندير شي ترتيب يمكن ندير شي يعني شي حاجة اللي تستفدو منها ان شاء الله فعما ان شاء الله تكون جولة في المطبخ فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله دائما من الجديد يوصلكم بالنسبة لديك اللي كاتق فوتو فلا ما نخليهم شو ديك المكان هذاك عن نحاول ان نعلقهم دون فوق ديك القريعات ونعلق واحد من تحت واحد فما سخيتش بيكم ولكن شي حاجة خصني نغيرها خليوا ليا في لكم ديالكم فهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم ما من اللايك ديالكم الاشتراكات ديالكم اللي مهمة جدا وتفعيل زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد وإلى إن شاء الله فيديوهات أخرى هي كلها مفيدة كلها فيها أفكار حيل يعني شي حوايج بزاف